شاب ما معاونش شاب مهلوك شاب واقف اما باش غادي تجي تسد عليه محلو راه لا يعقل راه ما عمر الانسان غيريح محلو علاش ما عندوش القوت اليومي بنادم كيجيب القوت ديال 400 درهم 30 درهم ومعيش فيها 4 دراري 5 دراري سيدي هاد الفيروس هذا اللي طاح لينا في هاد المغرب راه حنا كنطلبوا من الله يشافي العباد والناس المسلمين وحنا ما بغينا حتى شي واحد يتضرر بهذا الشيء هذا وتنطلبوا من الله يشوف من الحال هذا ما كان ما هو هذا الشيء غضب نزلوا الله تبارك وتعالى وكنطلبوا من الله يعافيهم لان كاينين ناس دراوش وما في حالهمش ولا اله الا الله محمد رسول الله الا تصاب واحد ما عندوش باش يشري تفانيد ديال الراس اما لا جا هذا الفيروس راه لا حول ولا قوه الا بالله وهنا عندنا البلاد اسيدي حنا كنطلبوا من الله هاد الناس يوقفوا ويطلعوا على هاد الناس اللي هما دراوش مساكن راه كاين اللي ما عندوش ما ياكل ها هو كيخرج عندنا بوبريه كنقسموا معاهم داك الخبيز وين سيدنا الله ينصرك راه قايم بالواجب وتنطلبوا من هاد الناس هادو اللي هما تحت منه حتى هما يقوموا بالواجب اما شي حاجه اخرى اللي عيبدوا ينهبوا في الناس والناس واكلين العصاق وتزيدوا ما تسير ما لا حول ولا قوه وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى باش الشعب ما يدورش ثبتوا الشعب عطوا الشعب ما ياكل عطوا الشعب باش يعيش ورا الناس غتريح مع حالاتها اما باش غتقول لي سد عليه ورا غادي يجيك كل شيء تال عندك راه لا يعقل راه لا يعقل اوروبا وما فيهاش هاد الشيء قعد تيجيك يكذب عليك كذاب بحال العالم كامل بنادم طلع على الناس كاينين الدراوش كاين اللي ما عندوش كاين القوت اليومي كاين اللي كيخرج بنهارو تصور 20 درهم كيصورها كيجي يوكلها لولادو كيفاش تحرموا من هاد 20 درهم باش يعيش احنا نعطوك هاد السيمانه نبارو السيمانه الاخرى والشهر ولكن راه توصل الوقت راه الناس غتولي تفرقع المحلات ديال الناس غيولي الشغب غيولي الفوضى حنا كنطلبوا من الله ومن سيدنا الله ينصرو يعاون الدراوش يعاون الفقراء يجيب لهم المعيشه ما ياكلوا باش تلا دخلتي سديتي عليه يلقى ما ياكل وانت عاد تسد عليه وجيعان غنوريك واحد الكلمه غنقولها لك واش الانسان الا وكلتيه وقلتي له يقول عاش الملك غيقولها بالجد ولكن الا ما وكلتيش وقلتي له يقول عاش الملك غيقولها بالسويه هنا باش كنطلبوا بنادم الا كان شبعان غيقول عاش الملك ولكن الا كان جيعان غيقول عاش المالي لا ما خاص المظاهرات احنا من المظاهرات غيتكون هذا المرض راه ما حدنا احنا دابا ثلاثه الناس خصنا نكونوا مفرتكين ما حساك المظاهره راه غادي ياكلوا فيها الوليدات الصغار احنا ما احنا زادت وقتنا احنا تنشوفوا هاد الاخوان اللي جايين طالعين باقي بغوا يديروا الوليدات باقي بغوا يعيشوا بغوا يخدموا ما كيدير هاد العيسى وكيدير هاد الخدمه هادي راه لا حول ولا قوه الا بالله وذكروا الله ذكروا الله ماشي تخلوا بنادم يبدا يدوي هكذا سيدنا ماشي وحده هو اللي يدير تا حنا نعاونوه تا حنا نوقفو ولكن اخويا الشعب ما معاونش الشعب مهلوك الشعب واقف لان علاش هاد الناس هادو كيظلموا هاد الشباب خصها توقف خصها تخدم خصها تاكل خصها تشرب اما باش غادي تجي تسد عليه في محلو راه لا يعقل والله يرحم الوالدين ولكن اش غنقول لك الله يهديهم هما راه كيتعذبوا هاد الناس الدراوش راه هاد الناس اللي بنادم كيجيب القوت ديال 400 درهم 30 درهم ومعيش بها 4 دراري 5 دراري لا حول ولا قوه الا بالله وكتقولوا لبنادم المعيشه راه ما شاف حتى حاجه يكذب عليك كذاب حنا الحمد لله بجهد الله واكلين شاربين بجهد الله ما بجهد حتى شي واحد بجهد الله اييه كاينين الناس اللي التزمت وكاينين الناس اللي ما تلتزمش علاش ما عندهاش القوت اليومي كتخرج غير من بالنهار كتجيب الصرف ديالك واش كاين بنادم غادي يدخل يسد عليه سيمانه وشهر راه لا يعقل راه الانسان غادي يخرج كل نهار يجيب 400 ما يوكل لولادو يكذب عليك كذاب راه ما عمر الانسان غيريح محلو علاش ما عندوش القوت اليومي الا عنده القوت اليومي راه يريح محالو اما الا ما عندوش القوت اليومي كي بغيتي هاد السيد اللي عينعس واش حتى دابا الانسان الا دار الزوع عينعس انا والله ودرني الزوع ما يديني النعاس بكل صراحه وحنا تنطلبوا من الله
ومن سيدنا يتعاون مع هاد الناس ولا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله وتنطلبوا الله تبارك وتعالى يطفي الغيط ديال هاد الفيروس اللي طاح. كنطلبوا الله آخر مرة الإنسان يستوعق ويطلب الله ويستغفر الله والسكينة ديال مدينة أسفي راه واقفة ند ند للند وعاش الملك.